إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. من الإغلاق فتحت الطريق بين الترجيس وبني عمارت نواحي الحسيمة، فتحت في وجه حركة المرور بعد انقطاع وارتباك ناتجين عن حادثة سير، عندما انزلقت عجلة شاحنة كبيرة في إحدى المنعرجات التابعة لإحدى القرى بالمنطقة بغابة تيزي إفري بسبب الثلوج. فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. في هذا المنعرج الحاد توقفت رحلة هذه الشاحنة الكبيرة التي تحمل آليتين للبناء. هنا علقت العجلات لتقطع الطريق الرابط بين ترجيست وابن عمار نواحي الحسيمة. محاولات عديدة لفتح الطريق باءت بالفشل بسبب كثرة الجليد على الطريق الهشة والضيقة. دابا كنديروا التوفنا باش نقدروا نخرجوه، نعاونوه بالكاميون ونزلوه كومباكتور ونعاونوه يقدر يخرج ان شاء الله. هذا الفيراج صعيب؟ صعيب بزاف، الطريق كامله صعيبه هذه. طريق ضيقه كدور بوحدك، فيراجات كاينين اربعه الفيراجات هذا وكاينين ثلاثه اخرين اللي هي اربعه قاصحين. يعني كتعيات باش تكبر في الدوره والو، هذا خصوصا هذا فيه كليساج والثلج، يعني راه عييت ندير مجهود والو. منعرجات حادة بالطريق الإقليمي رقم 5204 الرابطة على طول 28 كيلومترا بين ترجيست وجماعة بن عمار تزيد وعورة في مرتفعات غابة تيزي إفري. حوادث سير عديدة تهدد سلامة مستعملي هذا المحور الطرقي. عملية سحب الشاحنة العالقة كادت تودي بحياة سائق آلية البناء التي انزلقت وسقطت في المنحدر. السائق نجا بأعجوبة من هذا الحادث المؤسف الذي يلخص صعوبة الوضع في هذا الطريق. أربعة ديال الجماعات يعني كيدوزو من هنا، كجماعة بني عمار، جماعة سقط، جماعة بني بشير، جماعة بني أحمد، يعني بعض الطوابير ديال جماعة بني أحمد. بالنسبة حنا كسائقين يعني معاناة يومية، معاناة يومية استثناء يعني المعاناة الموسمية فوق الثلج وفي الآخر، يعني حنا دائما مكرفسين مع هذا الطريق، مكرفسين بزاف. فتحت أمس الطريق الرابطة بين ترجيست وبن عمارت بعد أزيد من 10 ساعات من الإغلاق في انتظار صيانة وإصلاح هذه الطريق المتضررة، خصوصا على مستوى النقاط السوداء والمنعرجات الحادة التي تزداد.